السلام عليكم. تكلم فوق خليك. السلام عليكم. اللي يتكلم محمد أحمود والقنيفي. وهو قرية وادي أم الخز. أم الخز رقم واحد. أم الخز رقم واحد. مضيعنا الحال وذا العام ما أحرثنا. السحاب ما جاتنا. ولا قطرينا عون من الحكومة ولا قط مشات النشي. ولا فينا بوتيك أمن ولا فينا طب ولا فينا ماء. وإحنا لا نشكر لا للدولة. الدولة هي اللي نشكرها. احنا ما عندنا من لما تكون هي ولا عندنا من لما تكون هي يا غير ما يمتلفت علينا ما يمتلفت علينا الحريثه ما يخالق هذا العام وحنا ما عندنا طريق ولا عندنا ماء ولا عندنا دواء قريه من القرى الضعاف شين قال وادواب ضايعين ما نقدو نعتو يكون ضيعتنا كون لله والله لدولتنا حد ثاني ما لنا منعتين له ضعفنا وضعفنا ضعفنا لا نعتو لا لحد طامعينو يجريه عنا ايوه السلام عليكم لكن لا يتكلم محمد السويد يتكلم عن حالة القرية اسمها؟ قرية وادي أم الخز في بلدية؟ ولي بلدية قرى وحكم في عزلة مثلا هذه الأسعار وهذه المواد صعب علينا جيبة القمح تطيح لنا ب 10,500 وأساسها لا خالة وشي ما أدري حد وشنو هو والسكر ب 13,500 ومارو ب 17,500 اسمع والاسعار طالعه الى اقصى درجه واحنا في عزله السنه مهلنا مانع علينا ما عندنا طريق ولا عندنا اي شيء سوى شنو لاجعين له اسمع وشفاف علينا شفاف علينا العام مانع ما هو لون يسوى شنو ومضيع على الشيء قال له الدودة سمعت ولا عطش سمعت وما باقي شيء ما محتاجين الا الله والعون من الدولة اللي هي في عزلة مثلا مانعه